أهلا بكم من جديد. أكد السيد خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي استمرار تقديم الخدمات في كافة فروع البنوك والمؤسسات المالية، بما يضمن مواصلة العمل في القطاع المصرفي في مملكة البحرين، موضحا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحفظ صحة وسلامة العاملين والمتعاملين بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية. كما وأشاد المصرف المركزي بكافة الجهود الوطنية المبذولة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا. أكد عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة الأسواق التجارية عبد الحكيم الشمري في تصريح خاص للنشرة الاقتصادية سلامة الأسواق البحرينية وجاهزية القطاع الخاص لأي تحديات قد تواجهها بسبب فيروس كورونا، مطمئنا الشارع البحريني لعدم الهلع والتأثير على استقرار الحياة سواء على المستوى الاجتماعي أو التجاري. نظرا للأوضاع اللي تشهدها دول العالم بصفة عامة، فهناك كثير من الاستعدادات تتخذ على مستوى الحكومة وعلى مستوى القطاع الخاص، ولا شك أن البحرين من أوائل الدول اللي تحركت لاستيعاب الآثار التي حدثت وتحدث بسبب انتشار ما يسمى ب فيروس كورونا أو وباء كورونا. وإحنا كقطاع خاص وكغرفة تجارة يعني نعمل على قدم وساق مع الحكومة من أجل تجاوز الآثار السلبية والاستعداد لأي تحديات تواجهنا من أجل المحافظة على مكتسبات الوطن تحت قيادة جلالة الملك وولي العهد ورئيس الوزراء. وفي هذا الصدد هناك اجتماعات مشتركة، اجتماعات ثنائية، مبادرات من رجال الأعمال ورواد الأعمال حتى لا يكون هناك آثار يعني كبيرة تؤثر على استقرار الحياة في الشارع التجاري والاجتماعي، بحيث لا يشعر المواطنين والمقيمين بأن هناك نقص في المواد الغذائية أو الطبية أو الخدمات. كشفت مجموعة جي اف اتش المالية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها أن شركة كيبون تراست رفعت ملكيتها في المجموعة إلى 77% من رأس المال المدفوع. ووفقا لبيان صحفي لبورصة دبي، فإن الشركة تمتلك في الوقت الحالي ما يصل إلى 285 مليونا و900 ألف سهم من أسهم المجموعة في بورصة البحرين وسوق دبي المالية. وعلى مستوى النتائج المالية للمجموعة، فقد هبطت أرباحها العائد على حقوق المساهمين بنسبة 38.7% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة تجاوزت النقطة ونصف النقطة المئوية، مغلقا التداولات عند مستوى 1414 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعي البنوك التجارية والاستثمار. وقد تجاوز
تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,906,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,220,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 87 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين على التداول في أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، وكما نلاحظ على الشاشة مشاهدينا، ساد اللون الأحمر على أغلب تداولات هذا اليوم، وأقفلت سوق دبي المالي على تراجع بنسبة تجاوزت 3 نقاط مئوية، في حين كانت سوق مسقط للأوراق المالية متقدمة بربع نقطة مئوية تقريبا. أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة. وشملت حزمة الإجراءات دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل المنشآت المتأثرة جراء التدابير الاحترازية. أعلنت شركة أرامكو السعودية عن نتائجها المالية لعام 2019، والتي حققت الشركة خلالها صافي ربح بعد الزكاة والضريبة قدره 330,690,000,000 ريال. وأعلنت الشركة في بيان منفصل أن التوزيعات تبلغ 14,760,000,000 ريال، وذلك للفترة من 5 من شهر ديسمبر لعام 2019 وحتى 31 من شهر ديسمبر لنفس العام. وفي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019. اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا وباء عالميا. وأكد المصرف المركزي في بيان له أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسمالة كافية، حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 8 قرارات اقتصادية مهمة بما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلا وزيادة الاستثمارات في أجهزة الدولة. ووجه الرئيس المصري بزيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين في مصر، كما وجه الرئيس المصري باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم. النشرة الاقتصادية مستمرة بتلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. الأسطورة بيل غيتس يتنحى عن رئاسة مايكروسوفت بعد 45 عاما من تأسيسها. أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي التواصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إجراءات تهدف إلى تقليل تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأمريكي. والتقت بيلوسي بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتشن للتفاوض بشأن هذا الاتفاق،
وكتبت بيلوسي متوجهة إلى كتلتها البرلمانية أنهم فخورون بالتوصل إلى اتفاق مع الإدارة يهدف إلى مواجهة تحديات رئيسية، وسوف يكون التصويت قريبا على مشروع القانون هذا في مجلس النواب. عصف فيروس كورونا بالأصول عالية المخاطر في أنحاء العالم ماحيا أكثر من 15 تريليون دولار من قيمتها خلال أقل من شهر، وأعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، فيما خفض المصرفان المركزيان الأمريكي والبريطاني أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يعتقد الخبراء أن التركيز ينبغي أن ينصب حقا على توفير السيولة بالنظام المالي وعلى الملاءة المالية. أعلن بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت تنازله عن عضوية مجلس إدارة الشركة بعد 45 عاما من تأسيس عملاق التكنولوجيا في الولايات المتحدة. كما قرر غيتس الاستقالة من عضوية مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثواي الأمريكية، وجاء قرار الملياردير الأمريكي من أجل تركيز اهتمامه على الأعمال الأخيرية والتي تشمل الصحة العالمية والتنمية والتعليم وتغيير المناخ.